الآن إخواني ستقفون دقيقة صمت حدادا على روح العقيدة السلفية. تفضل أبي إخواني. طالب يا إخوان أنا أرزق بعلي وأنا أنصر بعلي. أبو أديب أنا كافر لو مؤمن إذا قلت هذا القول واعتقدت هذه العقيدة؟ والله يا أستاذ ميسم أنا وشي ما عندي إمكانية أكفر أحد، أنا ما أكفر أحد، بس لكن أنا الذي يقول بهذا القول ويعتقد بهذا العقيدة أنه يرزق بعلي بن أبي طالب وينصر بعلي بن أبي طالب، هل هذا مؤمن موحد أم لا؟ بهذا النص الأزل أنت لا قلته، أنت تشرك مع الله. نعم طيب شكرا على اعطيني نص دقيقه نص دقيقه وين الضعف هذا ابو اديب لا تخربها علي اسكت عني دقيقه نص دقيقه تفضل شوف هذا شيخ الاسلام ابن تيميه مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه يقول وكما قال في صفه الابدال بهم ترزقون وبهم تنصرون شنو ابن تيمية وقف ابن تيمية شنو يا هم شيخ الإسلام شلون يقول وكما قال في صفة الأبدال بهم ترزقون فوق لحظة هم الأبدال قل هم الأبدال تعلم قل أن بغض النظر الأبدال لا أنت أول شيء أعرف كلام ما يكون الأبدال خلق من الملائكة وهؤلاء سموا أبدالا المهم هذا مو موضوع بغض النظر هم دخلهم بعلي بن أبي طالب لا أنت قال لك الذي يقول أن عليا لأنه مخلوق أن عليا به يرزق قلت هذا شرك لأن الرزق والخلق ما أعرف إيش من الله الآن هذول أيضا مخلوقين هل هؤلاء ميتين الأبدال ميتين أم أحياء لحظة الآن انتقلنا إلى موضوع أنت إشكالك على الميت والحي يعني مو إشكالك على الشرك لأن إنك ميت وأنهم ميتون خلك كمل أرجوك الآن أنا أقول لك هذول الأبدال اسمعني أرجوك يا رجل هذول الأبدال اللي أنا أعتقد بيهم يا رجل أعطيني مجال الأبدال اللي أنا أعتقد بيهم وأقول مثل ما يقول ابن تيمية بهم نرزق وبهم ننصر ميتين هذا شرك لو توحيد بعد يخاف يجاوب أستاذ ميسم أنا ما أكفر أحد جاوبني هذا إيمان أم توحيد الأبدال ميتين يلا ميتين المهدي. أنا مؤمن بالمهدي مالككم يا رجل لا تهرب للمهدي يا رجل لا تهرب للمهدي إخواني أنا أعتقد أن الأبدال بهم نصر وبهم نرزق لا 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 موضوعنا مو التكفير اسمعني أرجوك لا تخرب هاي اللحظة علي اللي ثانيها صار الساعة أرجوك الآن إخواني ستقفون دقيقة صمت حدادا على روح العقيدة السلفية تفضل إخواني هذا قرأنا شو يقول ابن تيمية يقول وكما قال في صفة الأبدال بهم تنصرون وبهم ترزقون من هذا إخواني ابن تيمية تعال خلينا نشوف ذولا هم الأبدال الذين بهم ننصر وبهم نرزق من هم ذولا يا ابن تيمية من هم هذا الشيخ من إخوان العزالة فاضل لحظة هذا إنا لله وإنا إليه راجعون شوف إخوان لحظة حجي لا تروح من الآن هذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز هذا ابن باز يقول ما نص هذا إخواني هذا ابن باز هذا سيدنا إخواني الآن ابن تيمية يقول الأبدال بهم تنصرون وبهم ترزقون من هم ذولا عدلين ميتين خلينا نشوفهم من هم ذولا ابن باز هذا مجموع هذا فتاوى ابن باز إخواني مساء الإمام ابن باز وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز هذا 79 عن ابن تيمية وابن القيم أمن الأبدال هم الجواب هم من خيرة الأبدال سؤال بزمن ابن باز ابن تيمية عدل لو ميت ها ابن القيم عدل لو ميت ميتين لو أحياء ذولا بهم نرزق الأبدال بهم نرزق وبهم الله ننتصر الله ضربة والله قوية الوداع لعقيدة السلفية عقيدة السلفية أبو وديع غير رجع أبو وديع السلفية